سائل يقول عندي شركة تخدم في توصيل الطلبات لخدمة الفقراء في دول عدة، الآن تصل إلي مبالغ زكاة الفطر إلى غزة، الشيء الوحيد المتوفر هو مراكز الإعاشة لتقديم الوجبات والإفطارات اليومية البسيطة لعدم توافر المواد، ماذا أفعل في المال؟ هل يمكن استخدامه لإطعام الفقراء في غزة لعدم المقدرة على توزيع الأرز أو القمح أو التمر أو ما شابه ذلك؟ الأصل في الزكاة عندما تبذل للفقراء والمساكين هو التمليك، سواء أكانت مالا أو طعاما، إنما صدقات للفقراء والمساكين، اللام للتمليك. والأصل أن نخرج زكاة المال مالا وأن نخرج زكاة الفطر طعاما كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز عند الاقتضاء الخروج عن هذا الأصل لمصلحة الفقراء والمساكين كما فعل معاذ ابن جبل مع أهل اليمن عندما قال لهم ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بدلا من أن ينقل إلى المدينة الشعير والذرة ونقلها مجهد وشاق ومكلف، يأخذ ثيابا بدلا منها أيسر في نقلها وأنفع للصحابة في المدينة، فأخذ الثياب بدلا من الشعير والذرة. ومثل ذلك يجوز في صدقة الفطر للضرورة أو الحاجة أو المصلحة الراجحة كما قرر ذلك المحققون من أهل العلم. أحوال غزة أحوال استثنائية جدا، فتدور مع ما تكون فيه مصلحتهم ومنفعتهم ويلبي ضروراتهم وحاجاتهم وجودا وعدما. المال قد لا ينتفعون به إذ لا سبيل لهم إلى أماكن السلع والخدمات لإنفاق هذا المال. المواد العنية قد تكون هي الأنفع لأن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يصل إليهم في ظل هذا الحصار الظالم المفروض عليهم، والتكليف مناطه القدرة، وإذا عرف مقصود الشارع يسلك في تحصيله أوصل الطرق إليه. المهم أن تنتفي شبهة الاسترباح أو الانتفاع الشخصي من وراء هذه التدابير. بعض الناس عافانا الله وإياهم وغفر الله لنا ولهم يستغلون المحن والأزمات والكوارث للإثراء الحرام على حساب المنكوبين والمطحونين. النقطة الأساس هنا أن تنتفي شبهة الاسترباح أو الانتفاع الشخصي من وراء هذه التدابير، وأن تتمحض لمصلحة هؤلاء المأزومين والمنكوبين. نخلص بهذا، إذا كان هذا هو السبيل الوحيد لتوصيل صدقة الفطر إليهم في صورة طعام يأكلونه لا حرج، أما إذا وجد غيرك أنت لست الوحيد الذي تعين للقيام بهذه الخدمة، إذا وجد غيرك يستطيع أن يوصي إليهم مواد عينية طعام يملكه إياهم ويأتي بالأمر على وفاق السنة، فهذا أولى وأفضل وأتبع للسنة وأحزم وأقعد. أما إذا كان هذا هو السبيل الوحيد لتوصيل صدقة الفطر إلى هؤلاء طعام يأكلونه، فإن هذا خير من اللا شيء وخير من العدم. فتدبر أمرك في ضوء هذه القواعد. بارك الله فيك.